احنا جينا اليوم اليوم راحه، عندنا واحد الناس اللي ما كتشتغلش اليوم اليوم تطوعوا معنا باش كلشي المتطوعين اللي جاوا من منطقه عين حروده من الشلالات من المحمديه كلهم تجمعوا اليوم. تجمعنا في مركز دار المواطن بالمحمديه اللي كان كيتوفر على واحد الفضاء هنا، فضاء اخضر. جينا اليوم باش نهيئوه، درنا التهيئه ديالو وجمع النفايات والنظافه ديال المرافق الصحيه ان شاء الله اللي هنا النساء بزاف غي يلتجؤوا للمرافق الصحيه، لان هذا المركز ديال دار المواطن اللي كيحتوي على مجموعه من الحجرات اللي كتشتغل فيهم النساء خاصه في مجال الخياطه، تعلم الخياطه، تعلم الطبخ، كذلك محاربه الاميه. هنا دار المواطن معروف اللي تاسس تقريبا هذه 20 سنه بتنسيق مع مندوبيه التعاون الوطني بالمحمديه اللي كنسق معهم، اللي هنا شريك مع الجمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن. اليوم هذا التطوع النساء بزاف اليوم خلاو الاشغال ديالهم في البيت ديالهم، كاين بعض الرجال اللي كيشتغلوا، اللي كاين من الباعه المتجولين، كاين بعض الصنايعي كما كنقولوا الصنايعيه اللي خلاو الخدمه ديالهم جاو اليوم تطوعوا في هذا المركز. كيقول لك جينا نتطوعوا اليوم لان البيئه هي شريك، لان البيئه هي عماد التنميه، بدون تنميه بدون بيئه. لان الا خلينا الازقه ديالنا وخلينا الشوارع والمساحات الخضراء سواء في المؤسسه التعليميه او في هذه المؤسسات الاخرى التابعه للتعاون الوطني او التابعه للشباب والرياضه على حشومه، نشوفوا نخليو هذا هنا تقريبا اكثر من 70 متطوع ومتطوعه. عليكم السلام. احنا جينا اليوم نطوعوا، مخلين اولادنا ومخلين طيارنا ومخلين شغلنا وجينا نطوعوا في هذا النهار المبارك سعيد. وهنا دائما كنحبوا، بغينا هذا الشيء يبقى اجيال لاولادنا، وكلشي كلشي يكون مطاوع وكلشي يخرج باش يساهم باش ينقي الشوارع، النقي والمدارس، النقي اي حاجه. بغينا حتى اولادنا يبقى فيهم هذا الحماس ان شاء الله يتعلموا، ما يكونوش مديرين، يعني كلشي خاصو يخرج يطاوع. هذا النهار مبارك سعيد. كلمات تقول لياسين؟ ليزيد الله يحفظه والله ينجيه، ومساهم مع الكل في اي حاجه، ماشي عارف المطوع اي حاجه معنا في الحزه، معنا في اي حاجه معنا. شكرا. اليوم جينا حنايا والعيالات جيراننا وجينا كاملين، جينا اليوم التطوع نطوعوا في هذا التكوين للنظافه. كيف دايره الاجواء؟ الاجواء زينه، يعني هذا الشيء كلقيتو انه بالاولى هي دابا النظافه هي تنظفت، هما تنقى كلشي تنقى. شحال العدد ديال المتطوعين تقريبا؟ شي بلا ما نحسب لك راه 50 ولا 60 هما بين الرجاله وبين عيالهم، هما كاملين. شكرا. اللي جاوا اليوم يشتغلوا اليوم في المركز، نتمنوا ان شاء الله بحال هذا اليوم. هذه رساله كنوجه للجميع سواء جمعيه المجتمع المدني الساكنه ديال المغرب باش نشتغلوا في هذا، لان هذا كنهملوا هذا اليوم، اليوم العالمي للتطوع البيئي. راه حشومه نبقاو جالسين في ديورنا ونبقاو ناعسين، نجوا نشتغلوا خاصه كون كان في فصل الصيف نشتغلوا في الشواطئ، ولكن جانا في هذا شهر دجنبير كنحاولوا كنشتغلوا في الاحياء ديالنا وخاصه في المراكز. وان شاء الله احنا كنا السنه المقبله كنا في المؤسسه التعليميه، اليوم جينا لمركز دار المواطن التابع للتعاون الوطني، جينا نشتغلوا فيه. كما شوف اليوم غنهيئوه كامل ان شاء الله، يكون يوم كامل، بدينا من 9 صباحا الى حدود 6 ان شاء الله مساء ان شاء الله. ولكن نذكروا الناس انه كاين واحد يوم عالمي ديال التطوع. هذا يوم عالمي هو 8 دجنبير نعرفوا السنه المقبله نتفكروه، ولكن هذا كيخلينا كنحسوا بهذا اليوم العالمي للبيئه. اما الايام العدد 365 يوم كلها ايام تطوعيه، ماشي اي اوبليجي هذا اليوم العالمي للتطوع البيئي، ولكن هو كنخصوه باش كنفكروا الناس باننا نهتموا بالبيئه وبالفضاءات الخضراء التابعه يعني في السكن ديالنا وفي الاحي ديالنا وفي الازقه ديالنا. واخا كان جوا سي يزيد الجمعيه ديالكم موفره يعني عدد كبير من البلاط والمعدات بطبيعه الحال شي ماشي سهل. لا احنا هاد المعدات دائما كنعتمدوا عليهم، لان حنايا كنشتغلوا ما كنشتغلوش كنشتغلوا في اليوم العالمي للبيئه، كنشتغلوا في الدخول المدرسي، كذلك كنشتغلوا في الشواطئ بمنطقه زناته خاصه في بمناسبه حلول فصل الصيف، لان ضروري خصنا يكون عندنا المعدات، عندنا الالبسه، عندنا هذه واجب علينا، لان الجمعيه خصها ديما تكون عندها واحد المعده، لان باش نخفوا شويه على سواء على الجماعه الترابيه، نخفوا على العمالات، نخفوا على المؤسسات التابعه للدوله، باش يكون عندنا هادشي كيتوفر عندنا، هادو محتاجين ليه. ونتمنى ان شاء الله هاد المعدات راهي قليله، ولكن خصها يكون عندنا اكثر من هاد المعدات ان شاء الله. شكرا. كنطوعوا في اليوم العالمي للبيئه، اليوم هو اللي هو عطله ويوم عالمي اللي
كلشي كيحتفي به. اليوم كنطوعوا كشباب ديال الجمعيات وديال مدينه المحمديه، مدينه المحمديه المعروفه على مدينه الزهور، المدينه الخضراء، المدينه البيئيه، وان شاء الله تكون مدينه ايكولوجيه في عين حدوده. حنا في اليوم العالمي للبيئه معروف ان العمل الجمعوي هو عمل تطوعي، حنا كنعطيو نموذج للشباب وللاجيال القادمه، كنعطيهم نموذج على العمل التطوعي. وشنو هو العمل التطوعي؟ الانسان انه يتطوع في غرس الشجره، نظافه الشوارع، نظافه الارصفه، هذا كيتعتبر انه عمل تطوعي. والحمد لله حنا الشباب عارفين هذا القيمه ديال التطوع، عارفين القيمه ديال البيئه ديالنا في الحي الجميل، دائما كنشوف فيه نظره جميله لنا حنا. انا كنطوع في هذا الادو وسميتو في هذا المتطوعين، انا كان عندي الموتور كان نتعاون معهم وكنطوع في سبيل الله وكنخدم معهم وسميتو. انا غير متطوع كنعمل الاجر لله وسميتو، كنحفر القبور لله، كل شيء لله، وانا كنطوع لله في سبيل الله. كيعجبك العمل التطوعي؟ مزيان، كل شيء مزيان، هذا الشيء مزيان، وهذا هذا وعاش الملك، وعاش الملك. شكرا سيدي.